الملك طبعا مانويل جوزيه هو اكتر مدرب اجنبي فاز بلقب السوبر، 4 ألقاب حققهم مع النادي الاهلي، وعلى مستوى المدربين المصريين حسام البدري برصيد 3 ألقاب. ده الكلام اللي قاله لنا استاذ اشرف زوف طبعا ضيفنا في السادسه قبل الفاصل، قصه مدربين الاهلي. اذا كنا بنتكلم على 11 نسخه، مين المدربين اللي حقق معاهم الالقاب دي يا هم استاذ ست اشرف؟ مدربين، 4 أجانب و2 مصريين. 4 أجانب و2 مصريين حتى البنتين البرتغالي يمكن هي مسيطره والمهيمنه على البطوله. 4 مانويل جوزيه الواحد زي ما قلنا من تمام. دلوقتي، وتوني اوليفيرا في 2003 يمكن كان دي اول بطوله للنادي الاهلي برضو، وكانت حسمت على نادي الزمالك بدرجه اول بطوله طبيعية. سوبر يحققها الاهلي، يحققها الاهلي فاول مشاركه ليه في 2003. توني اوليفيرا، توني اوليفيرا البرتغالي وبعدين اعقبه بقى مانويل جوزيه ب4، يبقى 5 للبرتغاليين. كمان عندنا جاريدو في 2014 الاسباني، جاريدو اللي هو مدرب الاسماعيلي الحالي. كمان في عندنا معنا فايلر كونفدراليه كمان اعتقد جاريدو بالظبط مظبوط، وفايلر بقى في 2018 السويسري، فايلر في 2018. دول الاجانب، دول الاجانب. بالنسبه للمصريين قلنا بقى حسام البدري 3 بطولات ونسخه اخيره وحيده للكابتن عبد الشافي في 2015، وبالمناسبه برده كانت على نادي الزمالك وبرده كانت على استاد هزاع بن زايد. يبقى دي هاجي للملاعب والاستادات، في نسخه من دول كانت غريبه او كان او كم او ما كانتش متوقعه او كان فيها نتيجه طبعا طبعا في اكتر من مباراه. يمكن مثلا لو قلنا نسخه 2014، نسخة 2014 مع جريدو دي ركلات ترجيح يمكن تقريبا، كان المباراة انتهت بالتعادل بالسلبي، ولعبوا وقت اضافي انتهت بالتعادل، لعبوا ضربات ترجيح، وكانت البداية غير مبشرة للنادي الاهلي. وليد سليمان واحمد عبد الظاهر اضاعوا اول ضربتين وخلاص، يعني كان الزمالك لو احرز الضربة دي كان فاز اول ضربتين وكملوا بقى الضربات خلاص. الزمالك في ضربة لو احرزها الزمالك كان خلاص احرز البطولة، اتصدى لها شريف اكرامي، وبعديها البطوله اللي الضربه اللي بعديها ضاعت الاهلي وكذا، لغايه الضربه الاخيره اللي ضيعها محمد كوفي في اللقطه الشهيره. طبعا طبعا ما تتنسيش طبعا وفاز الاهلي بالبطوله. يمكن دي برده من الحاجات الغريبه. كمان بطوله 2015 اللي كانت على استاد هزاع بن زايد كانت اول مره تطلع بره مصر. برده يمكن الزمالك كان تقدم على الاهلي بهدف وعقبه برده ضربه جزاء للزمالك اضاعها بقى كهربا لما كان بيلعب في الزمالك، ويمكن ضربه الجزاء دي كانت يمكن نقطه تحول المباراه. النادي الاهلي قدر يسدد 3 أهداف وفي الاخر كهربا جاب جون والاهلي فاز بالبطوله. طيب تعال نروح للملاعب والاستادات. احنا يمكن في السنوات الاخيره اتعودنا نشوف البطوله بتقام في يعني خارج مصر، في الامارات الشقيقه طبعا، ويمكن طبعا الامارات بلد شقيق وشعبها غالي جدا على المصريين، وما بنحسش ان احنا في بلد تانية، وخصوصا طبعا مع الحضور الجماهيري الكبير كمان اللي افتقدناه. هو بيعملوا كرنفال كده جميل قوي يعني. طبعا طبعا بيبقى احتفاليه الحقيقه كبيره جدا بحضور. طب نشوف الملاعب اللي استضافت البطوله من اول ما ابتدت. يمكن لو قلنا استاد القاهره هو اكثر الملاعب اللي اقيمت عليه البطوله، 7 نسخ اقيمت على استاد القاهره، يمكن 2001 و2002 2006 2007 2008 2010 2014. ايوه ثم يجي بعد كده بقى عندنا استاد الكليه الحربيه 3 نسخ، 2003 2004 2009، استاد برج العرب سيد الجيش برج العرب 2012 2018 2020، واستاد المقاولين العرب في نسخه واحده 2005. دي الاستادات المصريه اللي شهدت استضافت البطوله. بالظبط يمكن 14 نسخه على الملاعب المصريه. اما بقى خارج مصر فاربع مرات البطوله اقيمت وكلهم كانوا في دوله الامارات العربيه الشقيقه، مرتين على استاد هزاع بن زايد استاد نادي العين الاماراتي في 2015 و2017، وعلى استاد محمد بن زايد استاد نادي الجزيره في 2016 و2019. الاربعه اللي بره دول اهلي وزمالك؟ الثلاثه الاهلي لعب الاربعه كلهم. الاهلي لعب الاربعه كلهم، ثلاثه كانوا زمالك واحده النادي المصري. واحده المصري اللي هي بطوله 2017 على استاد هزاع بن زايد بهدف وليد ازارو اللي انتهى في الوقت الاضافي. والاربعه فاز بيهم الاهلي؟ لا الاهلي لعب 2 على استاد هزاع بن زايد، واحده قدام الزمالك وفاز 3-2، وقدام المصري وفاز 1-0، تمام، ولعب 2 على استاد محمد بن زايد في الجزيره وللاسف خسر المباراتين امام الزمالك بضربات الترجيح. تمام، يعني 2-2 بره مصر، 2-2 بالظبط كده، يعني جايه دي فاصله بالظبط بيست اوف 5 بالظبط كده. طيب نروح للحكام. طيب عندنا الحكام، عندنا الحكام ال 18 نسخه عندنا 5 حكام مصريين و8 حكام أجانب. الاجانب برضو منهم حكام عرب وافارقه يعني بالمناسبه يعني. الخمسه المصريين يمكن في عندنا الكابتن محمد فاروق ادار 3 نسخ للسوبر. في اي ازمات تحكيميه حصلت يعني؟ عارف في الدوري في ماتشات حصل فيها ازمات تحكيميه وانسحاب في مبكر وانسحاب نتيجه قرار حكم؟ لا هي ما كانش فيه غير بس كانت في مباراه 2015 اللقطه بتاعت اللي وقف على الكوره والبتاع والازمه دي بس، لكن هي ما كانش لكن طبعا غير كده ما فيش حكام يعني
لا لا ما كانش افسدوا لا 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 او لا التحكيم للاسف. لا اثر؟ لا الحمد طب لله الحمد كلهم لله كويسين. الحمد لله. يمكن قلنا بقى الحكام المصريين محمد فاروق ادار 3 نسخ 2010 2012 2014، جمال الغندور نسختين 2001 و2002 دول اول نسختين، عصام عبد الفتاح نسختين 2005 و2006، حمدي شعبان نسختين في 2007 2009، واخيرا الكابتن رضا البلتاجي كان ادار نسخه واحده في 2004. دول الحكام المصريين. تمام. اما الحكام الاجانب بقى فعندنا 8 حكام من جنسيات مختلفه. يمكن كانت البدايه مع الفرنسي الان سارس اللي ادار نسخه 2003، والنمساوي فرانز شوخليك اللي ادار 2008، والاسباني كارلس كاربيرلو 2015، وتشيكي بافل كرالوفيتس 2016، والاماراتي بقى نيجي هنا بقى للايه للحكام العرب عندنا الاماراتي عمر الجنيني اللي ادار 2017، والالماني فليكس بريتش 2018، والنرويجي سفيان اودر فومون في 2019، واخيرا المغربي مصطفى غربال اللي ادار النسخه الاخيره 2020. صحيح. دول من 8 الحكام الحكام المميزين. بالظبط، منهم حكامين عرب. بطل دوري بيواجه بطل كاس في ال 18 نسخه، الافضليه كانت لمين؟ لا دي يمكن الاهلي كل الانديه اللي شاركت خارج الاهلي والزمالك كلهم شاركوا بصفاتهم حاجه بطل من كاس، الاثنين، يا بطل كاس يا بديل احد البطلين. اي يعني يمكن المحله شارك، احنا قلنا اول بطوله شارك مكان الاهلي بطل الكاس، الاسماعيلي برضو شارك مكان الاهلي وهكذا. في كمان الزمالك كان عوقب بالحرمان من السوبر نتيجه انسحابه من استلام الميداليات لما طلع مركز تاني في السوبر برضو، فانسحب فلعب مكانه انبي وصيف الكاس. لكن لبطل الدوري والكاس يمكن الاهلي في مشاركاته عمل بقى طفره بقى الارقام الكبيره اللي بتميز الاهلي. طب نشوف معانا جاهز مقارنه بين مشاركات الاهلي والزمالك في بالأرقام البطوله. بين الاهلي والزمالك في كل حاجه. تمام. نشوفها تمام. نشوفها معاك وتعلق لنا عليها يا استاذ اشرف. دي بالزبط. ارقام الاهلي وارقام الزمالك في المشاركه في بطوله الأحمر السوبر. ده النادي الاهلي الابيض ده نادي الزمالك. تمام. بدايه المشاركه ده من بدايه طبعا من اول ما ابتدت بطوله احنا السوبر. احنا كاتبين فوق من 21 لغايه 2020. تمام. من 2001 ل 2020. لغايه نسخه 2020. تمام. الاهلي شارك اول مره 2003، بدايه المشاركه 2003، الزمالك 2001. عدد المشاركات 15 الاهلي 10 الزمالك. عدد مرات الفوز 11 الاهلي 4 الزمالك. احراز الاهداف الاهلي احرز 11 هدف، الزمالك احرز 9 اهداف. استقبال الاهداف الاهلي استقبل 8 اهداف مقابل 13 هدف استقبلته شباك الزمالك. الفوز في الوقت الاصلي بالبطوله الاهلي فاز 6 مرات مقابل ولا مره لنادي الزمالك. الزمالك ما حققش ولا مرة في 90 دقيقة. فاز 4 يا وقت اضافي يا وقت اضافي يا ضربات ترجيح. تمام. الفوز في الوقت الاضافي الاهلي فاز مرتين والزمالك فاز مرتين، بضربات الترجيح الاهلي 4 والزمالك 2. عدد مرات الهزيمة 4 طبعا للاهلي خسر والزمالك خسر 6. الهزيمة في الوقت الاصلي 1 للنادي الاهلي و4 لنادي الزمالك. الهزيمة في الوقت الاضافي هنا ما فيش وهنا ما فيش. الهزيمة بضربات الترجيح 3 للاهلي و2 للزمالك. المواجهات المباشرة بقى يعني احنا اربع من 4 نسخ او من 4 ألقاب فقدناهم، 3 منهم فقدناهم بركلات الترجيح. بالظبط كده. تمام. ويمكن المواجهات 2 من الزمالك 2 من الزمالك واحده من طريق الجيش، وخساره عاديه في الوقت الاصلي امام حرس الحدود. دي الاربع خسارات نتعرض ليهم النادي الاهلي. المواجهات المباشره الاهلي والزمالك التقوا 7 مرات في السوبر. الاهلي فاز في 5 مقابل 2 للزمالك. الاهداف الاهلي احرز في الزمالك 8 مقابل 4 احرزهم الزمالك في الاهلي. الاهلي بقى شارك في السوبر في ال 15 لقب بتوعه او في ال 15 مشاركه، شارك بصفته بطل الدوري 10 مرات مقابل 3 للزمالك. الاهلي شارك بصفته بطل الكاس مره واحده بس مقابل 5 للزمالك. المشاركه بقى بالجمع بين بطل الدوري والكاس الاهلي 4 مرات مقابل مرتين لنادي الزمالك. بيبقى بطل دوري وكاس وبيلعب في السوبر على انه بطل البطولتين. الاهلي حققها 4 مرات والزمالك مرتين بس للزمالك. مرتين. يمكن هي دي الارقام المشتركه اللي ما بين الاهلي والزمالك. في فريق حقق لقب السوبر من غير ما يسجل ولا هدف؟ طلع الجيش. بالظبط كده، برافو عليك يا استاذ احمد. فعلا طلع الجيش فاز بالبطوله في النسخه الاخيره بضربات الترجيح من غير ما يسجل ولا هدف. الاغرب كمان في فريق بقى شارك 3 نسخ، يعني عندنا احنا انديه قلنا ايه؟ قلنا انديه الاسماعيلي والمحله وانبي شاركوا في البطوله وكلهم شاركوا كبدلاء. ايوه. وكلهم لم يفوزوا باللقب. والاغرب من كده يمكن انبي اكتر الانديه اللي شاركت بعد الاهلي والزمالك 3 نسخ، شارك 3 مرات ولم يفوز بالبطوله ولا مره في الثلاثه. نروح للهدافين؟ الهدافين. يلا.
طيب عندنا 33 هدف احرزوا في بطوله السوبر، في 18 مباراه. والله نسبه في 18 مباراه نسبه تسجيل يعني تقترب من الهدفين في كل مباراه. لو قلنا 26 لعيب احرزوا مين هداف بطوله السوبر؟ عبد الله السعيد، واحرزوا 3 اهداف وكلهم من ضربات جزاء. واحده في مباراه ضربات جزاء في جزاء اثناء المباراه. انا عايز ما اقولها الزحمه، ضربات الجزاء غير ضربات الترجيح. ضربات الجزاء يعني اهداف اثناء المباراه. ناكدها بس اصل الناس في ناس كتير بالنسبه لهم واحد. لا احنا بنقول ضربات الترجيح وبنقول ضربات الجزاء. ضربات الجزاء دي اللي هي نتيجه عقوبه او مخالفه اثناء المباراه. ايوه. فاحرز 3 اهداف منهم هدف في مباراه في انبي واثنين في شباك نادي الزمالك، هو الهداف هداف بطوله السوبر. كمان الهدافين الاجانب للسوبر النيجيري جونيور اجاي. كان عندنا 2 اجانب بس اللي هم الاجانب اللي احرزوا. أيوه. واثنين كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي، جونيور اجاي احرز هدفين وبرده كان هدفين في نادي الزمالك. ايوه. ووليد ازارو بهدف وكان احرزه في شباك النادي المصري. يبقى دول ال 33 لاعب. عندنا بقى الاهداف ال 33 احرز الاهلي، احرز منه 11 لاعب احرزوا في السوبر. الزمالك 7، 2 حرس الحدود، 3 المقاولين، لا واحد لكل من انبي والاسماعيلي والمحله. المصري وطليق الجيش لم يحرز ولا اي هدف في كذا. ال 33 هدف جم ازاي بقى؟ احرزوا بشكل ازاي بقى؟ منهم اهداف من ضربات الجزاء 6 من 33 هدف اللي احرزوا في السوبر كله في ال 18 نسخه. اهداف الوقت الاضافي 4. اهداف الوقت الاصلي 23 هدف، دول مجموعهم 33 اللي هم كل اهداف السوبر. ولا الهدافين بتوعهم. المصري ما حققش اللقب صح؟ المصري لعب مباراه واحده وبرده كان بيشارك بصفته برده يعني عشان بس معلومه انه المصري وطلاع الجيش ما سجلوش ولا هدف في المشاركه. بس المصري بقى من النادي الاهلي في المباراه، لكن طلع الجيش فاز باللقب من غير ما يذكر. طيب يمكن عايز اقول بس حاجه بسرعه كده، يمكن المباريات اللي هي بقى ال 18 مباراه حسمت ازاي يعني اشكال الحسم المباريات دي. يمكن في عندنا 4 مباريات حسمت في الوقت الاصلي، واربعه حسمت بضربات الترجيح، واربعه حسمت في الوقت الاضافي. يمكن دي برضو اشكال النتائج او كيفيه حسم المباريات. 4 وقت اصلي، 4 وقت اضافي، 4 وقت اضافي، 6 ضربات ترجيح، و8 وقت في الوقت الاصلي. تمام. يبقى دول كده ال 18 كده. طيب للسوبر مره ثانيه، ايه اغرب الارقام لو يعني برضو عندك حاجه مرتبطه بالحضور الجماهيري او الكثافه الجماهيريه او احداث معينه مرتبطه بماتشات السوبر؟ عايز بس اقول حاجه الاول، عايز اقول برضو يعني شفت حاجات كده عن الاهلي سريع معلش قبل وقت ما اي حاجه في الاهلي يعني براحتك خالص. يمكن النادي الاهلي هو اكثر الانديه بقى لعبا للسوبر المتتالي. يمكن الاهلي لعب 15 مرة منهم 14 مرة متتالية. يمكن من تاني مشاركة للنادي الأهلي في 2005 بقى، ده غير النسخة اللي احنا اعتذرنا عن المشاركة. لا الأهلي لعب أول مرة 2003. تمام. ما لعبش 2004 بعدين من 2005 بقى. لا يعني أقصد أقول غير النسختين اللي الأهلي ما لعبهمش. في نسختين مش نسخة 2001 و2002 يا فندم. لا أنا ما أقصدش، لا في نسخة الأهلي ما لعبهاش أصلا. احنا لا اعتذرنا، احنا اعتذرنا عن لكن كان يحق لينا فيها مرتين المشاركه مرتين. احنا بس ذكرنا الاولى لما قلنا المحله والكلام ده. أيوه. قلنا الاهلي كان المفروض يلعب، لا الاهلي كان المفروض يلعب نسختين ورا بعض. ايوه. والنسخه الثانيه بس برضه اعتذر، برضه الاهلي برضه اعتذر برضه. النسختين دول مع ال 14 مره المتتاليه ولا قبل ولا مفصولين عنهم؟ قبليهم. الاهلي بدايه مشاركاته من البطوله الثالثه 2003. الاهلي 2003 غاب 2004، وبعد كده الاهلي بقى من 2005 هو الضيف الدائم على بطوله السوبر كلها. فلعب 14 مره بشكل متتالي. يمكن طبعا ده رقم صعب حد يحققه يعني. طبعا. وبعد منه بيجي الزمالك لعب 4 و3 4 و3 وانبي مرتين وحرس الحدود مرتين. يمكن هم دول اللي لعبوا بس المتتالي. صحيح. اللي كان في حاجه بقى انا كنت عاملها اسمها الاهلي سوبر السوبر بقى. يعني طبعا النادي الاهلي انه يشارك طبعا في ال 14 بطوله متتاليه وان يفوز ب 11 بطوله. يمكن برضو كنت عامل لها انفوجراف كده صغير لو ممكن نجيب الاهلي سوبر السوبر. دي مهمه جدا. بالظبط كده. يعني الاهلي سوبر السوبر ما بين ال 11 لقب اللي احرزهم الاهلي بالسنوات. يمكن البطوله الاولى كانت 2003، البطوله الثانيه 2005، الثالثه 2006، الرابعه 2007، الخامسه 2008، السادسه 2010، السابعه 2012، الثامنه كانت 2014، التاسعه 2015، والعشره 2017، واخيرا البطوله ال 11 كانت في 2018. يمكن ده بقى اللي هو الاهلي سوبر السوبر. هتلاقي الصور دي انا في التحديد هحطهم في الاخر موجودين يعني. كمان يمكن في شويه حاجات كده انا كنت عاملهم يعني ارقام للاهلي اكثر الانديه اللي الاهلي فاز عليها بقى. ايوه. في السوبر الزمالك 7. 7 مرات طبعا. دي كانت الحاجات الكبيره يعني. اكثر مقابله هو السوبر بصراحه يعني برضو عشان ما بيبقاش سوبر وما بيبقاش فيه ال ال ال
الشغف الجماهيري غير لما يكون اهلي وزمالك بتهيألي. بالذات كمان بقى ازيد على حضرتك كمان لما في الامارات كمان بالذات. بصراحه الامارات عشان حضور الجماهيري تقصد. هي بقى بتعمل كرنفال كده وتعمل حاله برضو. بس يعني بس برضو لما كان بتلعب عندنا في مصر واستاد القاهره يبقى مليان. في استاد القاهره يعني برج العرب شوف. برج العرب طبعا يعني احنا عندنا طبعا استاد القاهره دره الملاعب المصريه. انا افتكر طبعا زمان الاستاد ده كان يبقى فول يعني. وطبعا بنتكلم على سعه استيعاب جماهير كبيره جدا. فبالتالي لكن طبعا الامارات عملت اللي احنا كنا مفتقدين. بتعمل له حاجه كده يعني بتخليه كده جو كرنفالي كده يعني وحاجه كده مميزه جدا يعني. تمام. ايه ده هو الزمالك قبل الزمالك انت قلت لي قبل مقاولين مرتين دي المواجهات اكتر المواجهات المتكرره. الاهلي سبع مرات. يمكن قلنا سبع مرات. خمسه اهلي اثنين الزمالك. بالظبط كده. الزمالك والمقاولين 1-1. بالظبط. لعبوا مرتين الزمالك مره والمقاولين مره. الاهلي وامبي. الاهلي وامبي الاهلي مرتين الاهلي مرتين الاهلي كسب المرتين. مرتين. الاهلي وحرس الحدود مرتين مره ومره. تبادل بالظبط كده. صح كده؟ ما شاء الله عليك انت خلاص كده. لا يعني انا بدخل معاك برضو يعني عندنا شويه الارقام دي لازم جدا على قد ما نقدر يعني. يمكن بس كنت عايز اقول ان في يعني من ضمن الحاجات اللي قلنا يعني فرق بتلعب مكان فرق ان في 2006 استبعد الزمالك عشان بقول زي ما قلت لحضرتك استبعد انه يشارك في 2006 عشان رفض لاعبي استلام الميداليات لما الاهلي فاز في السوبر الاخير كان الاهلي فاز بثلاثيه على نادي الزمالك فاللعيبه بعد كده ما رضوش يستلموا الميداليات فتم استبعاده استبعادهم بالظبط كده من السوبر اللي بعده. عايز اقول طبعا في عندي ارقام كتير طبعا عايز اقول مثلا ان اول نسخه في السوبر كان الزمالك البطل اول هدف في السوبر كان احرزه حازم امام في جمال غندور هو اول حكم ده الاول في كل حاجه بقى الفرنسي الان سارسو اول حكم اجنبي دور اللقاء سيد القصراوي حارس المحله اول حارس تستقبل شباكه اول حاله طرد في السوبر كانت من نصيب التونسي وسام العبدي لاعب نادي الزمالك يمكن دي كانت مفيش عندك رقم لاكثر حراس المرمى تالقا في ماتشات السوبر او يعني بما ان فيها ضربات ترجيح يعني يعني يمكن عصام الحضري في بطوله 2003 كان ليه برضو الباع كبير كان شريف اكرامي برضو في 2014 يمكن هم دول اللي كانوا مميزين يمكن شريف اكرامي في 2013 وفي بطوله 2017 لما تصدر ضربه جزاء كهربا كهربا برضو دلوقتي ان هم برضو ينطبق عليهم لاعب اكتر من هو لعب في السوبر مع الزمالك وسجل في الاهلي وبرضو اضاع ضربه جزاء وهو في الزمالك امام الاهلي وبعد كده اصبح لاعب في النادي الاهلي يمكن هي دي برضو صحيح الكلام ده كله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف. اشكرك.